محتاجين ليه بزاف ماشي غير شويه. كيجي العيد الناس كيكونوا مجتمعين مع عائلتهم وانا بوحدي انا وبنتي كنحس بالنقص ما عنديش حد في كتافي سوى الله. كدير دوزي الاعياد والمناسبات؟ ما كنحش بالعيد والو. ما الناس معيدين انا ما عنديش العيد واخا كندباح واخا كلشي كنديرو ما كنحس بالنقص حيت ما عندكش الزوج اللي غادي يدخل عليك اللي غادي يساندك اللي غادي يبقى معاك وجنبك. كاينين غير اللي باغي يتشفى فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيدايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. شكرا لجميع المتابعين الاوفياء لهذه القناه هذه المتواضعه ولهذا العبد الضعيف. كنشكركم اخوتي المغاربه من اعماق القلب الخالص. كما كتحبوني راني كنحبكم. بلا بكم انتم احنا ما كاينينش. بدون لف ولا دوران اخوتي المغاربه وبدون لغه الخشب لا لونغ دي بوا ما كنبغيهاش انايا وبدون الزنديق والتسمسير وكذوب على عباد الله. الحمد لله القناه ديال الصدق والصراحه. جيت هذا النهار وجبت لكم واحد لا فيديو د واحد السيده. هذه السيده مغربيه قحه مغربيه شريفه حيت العديد ديال الدول العربيه كيشوفوا بنظره احتقار نظره سيئه تجاه المراه المغربيه. كيقول لك بان المغربيات سحارات المغربيات كيخطفوا الرجال. علاش؟ حيت رجالهم نفروا منهم هربوا من السعوديه من مصر ودخلوا للمغرب وتزوجوا المغربيات حيت حادقات وكيطيبوا مزيان الكوزينه. المراه المغربيه هي الاولى في العالم العربي في الكوزين وفي افريقيا وفي العالم. راه الكوزينه المغربيه راكم عارفين بانها هي دوزيام موموند. قليل ديال الناس اللي عارفين هذه القضيه. الثانيه في العالم الكوزين ماروكان الثانيه في العالم. هادشي باش دوك الرجال فاش كيجيو يدوقوا الطاجين المغربي من يد مثلا زبيده ولا خديجه ولا فاتحه ولا راضيه. هادو هما الاسماء اللي معروفين عندنا في المغرب بزاف وهما اللي كيتقنوا الطبخ. ما كيرجعوش للبلدان ديالهم كيجلسوا تما. كيجيو في الاول غير سياحه حتى كيصدقوا جالسين وكيصدقوا كيتزوجوا كيجلسوا في المغرب. ولكن العديد ديال الناس كيبينوا غير هادوك المغربيات الموسخات اللي شوهوا السمعه ديال المغرب. مثلا القليل منهم ماشي حيت كنقولوا حنايا في المغرب حتى وحده كتخن الشواري. ولكن انايا جبت لكم بحكم انني مغربي قح وكان غير على بنات بلادي جبت لكم واحد لا فيديو ديال واحد السيده. بحثت وتعمقت وجبت هذه السيده. هذه هادو هما النساء اللي هضر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف المخلوقين والمخلوقات. هاد النساء هادو اللي جبت لكم واحد السنف من هاد العيالات. هادو واحد المراه صبوره خادومه امراه قحه طيبه كريمه وصبرت على رجلها. قصة أغرب من الخيال اللي غادي تشوفوها أخوتي المغاربة. تعرفت على هذا السيد ما عرف شكون اللي عطاه النمرة ديالها وبقى كيعيط لها عام وهما كيهضروا. منين قالت له نجي عندك ولا تجي عندي قال لها ما عندك فين تجي عندي ولا نجي عندك. أنا الحقيقة ها هي أنا راني في الحبس راني مشدود وعندي مؤبد. عياو فيها الناس قالوا لها ما تزوجيش بها حيت هو مؤبد ما عمرو يخرج. قالت لهم أنا غادي نغامر واللي ليها ليها ربما ربي غادي يفك الأسر ديالو إلا تزوجت به. فعلا تزوجت به وهو في الحبس ونجبات منه حيت كانوا كيديروا الخلوه وقال لك راه قطعوا الخلوه دابا هذه 10 سنين. هذا ما جاء على لسانها قال لك قطعوا الخلوه في الحبس في المغرب. وانا كنتمنى من السلطات العليا في البلاد انهم يردوا الخلوه حيت هذوك اللي في الحبس حتى هما راهم بشر مساكن ربما اخطاوا الانسان معصوم من الغلط ولكن خص تبقى الخلوه حتى هما راهم بشر يتمتعوا بالحقوق ديالهم كما هي. ونجبات منه بنت وكبرت البنت عندها 15 عام وباها في الحبس ما عمر يعني شافته في الحريه على برا وعش معاه 15 عام وهو داخل السجن وراء القضبان وصبرت عليه وما فسدتش وما دارتش شي حاجه كتغضب الله. هادو هما المغربيات اللي جبت لكم انا نبين لكم دابا باش ما نطولش عليكم اخوتي المغاربه. انا غادي نبين لكم هاد السيده هادي وكنتمنى انكم تعاطفوا مع القصه وتعاطفوا مع هاد السيده هادي حيت هاد السيده هي اللي كتستاهل الاشاده. هاد السيده هادي نخليكم مع القصه. عزيزة كنسكن في أي تملول بنواحي أزرو. الزوج عاودينا القصة ديالك مع الزوج ديالك. النهار الأول تعرفت معاه في التليفون استمرت العلاقة في التليفون. يلا يلا واحد النهار صدمني قال لي أنا راني ماشي على برا كاين في الحبس. تعرفت معاه في التليفون مدة سنة وانا كنعرف كتهضري معاه على اساس بانه راه كاين في مكناس. هو ساكنين دارهم في مكناس على اساس مكناس. واحد النهار قال لي ما غاديش نكذب عليك نبقى معايشك في الاوهام انا راني كاين في السجن ومحكوم بالمؤبد. ويبقى
صافي تصدمت مده شي 3 شهور ولا 4 شهور ما كنهضرش معاه. كيصوني ليا ما كنهضرش معاه حتى لواحد النهار وبقى فيا الحال. قلت انا بحال اللي تخليت على هذا السيد في ديك عام ربما ارتبط به. ربيت عليه الكبده ولا وليت كنحس بان الزوج ديالي ماشي شي واحد كنعرفو غير هكاك وصافي. مهم استمرت الحياه هي هذيك. بقيت وترددت مع راسي قلت لا علاش لي ما نتزوجش به. واخا في الحبس تزوجت به وتصوبت وراقيه وطلعت هبط. واخا رغم ذلك امي وبا الله يرحمهم ما بغاوش، امو ما بغاتش، قالت لي ما عندك ما ديري بولدي، ولدي في الحبس. قلت لها انا غادي نتزوج به واخا في الحبس، غادي ربما يكون انا نكون السبب ليه باش يخرج. كانت يعني العلاقه قبل ما يصرحك بانه في السجن؟ كان بخير، كان يهضر معايا، كان كيصيفط لي فلوس من الحبس، كان خدام في الحبس، كان زعما انا باش داك الشيء اللي كان معيشني فيه ما كنتش حاسه بانه هو في الحبس. يعني كنت ديما كنت عليك في الاول، يعني ربما واش كذب عليك في الاول؟ قال لي في الاول انني راني في مكناس، ما راني كاين مع دارنا وانا هادي وانا. المهم وما عمرك يعني اقترحت لي انكم تلاقاو؟ راه قلت لي جات واحد الفرصه ديال العيد، قلت لي شوف يا اما غتجي عندي يا اما غنجي عندك. هو فاش صارحني قال لي ما نكذبش عليك، انا ما عندك فين غتجي عندي، انا كاين في الحبس صافي. مني العلاقه يعني فاش صرحك كان ديجا دوز 14 سنه ربما؟ لا كان دوز 11 عام. 11 عام ديال مني ارتبطت به انا 11 عام كان دوز صافي. قال لي واش تقبلي عليا راني في الحبس هادي، جي عندي شوفيني ارتحيتي ليا وعجبتك احنا غنستمروا، ما ارتحيتيش ليا بنت الناس وما بغيتيش تاخذيني كيما تعرفنا راه صافي حنا خوت بحال ما عندكش علاش يبقى فيك الحال ولا. المهم هي هذيك. ولكن كيفاش كتشوفي انت ربما يعني وحده اخرى بلاصتك ما تقبلش بواحد يعني محكوم بالمعبد ما يمكن لي نهضر حيت راه لايف، يعني وحده اخرى ربما محكوم بالمعبد ما تقبلش. انا قلت هذاك المؤبد جاني انا بحال شي حاجه تافهه. مؤبد ما انت غنحس به ملي غادي نتزوج وغنولي نمشي عنده. عاد وليت كنحس بان هذاك المؤبد راه طويل وفهموني الناس. انا كان كيجيني مؤبد بحال شي 4 سنين 5 سنين دغيا غدوز. ولكن المؤبد يعني ما غاديش تشوف هذا السيد على برا. هي راه هذا هو اللي بقيت انا جلست مع راسي قلت انا شنو درت ويني. ندم معاك الحال؟ لا ما عمرو تندم معايا الحال معاه. واخا كنمشي عنده هذيك ساعه ولا ساعتين كنجلس معاه كنستافد منه بشي حوايج ما كنستافدش بهم في الزنقه، ما كنستافدش بهم على برا، كنستافد بهم ملي كنمشي عنده نزورو كنستافد وكنعرف شي حوايج كاينين في الحياه صافي. بقى كيقول لي لا خصني نولد معاك خصني هادي خصني. بقيت كنداوي حتى ولدت معاه. ملي داويت ولدت حملت بالبنت في السجن. هو في السجن كان يعطيونا الخلوه من 9 الصباح الى 4 العشيه وحنا جالسين في البيت ديالنا بوحدنا مجتمعين تنضحكوا كنلعبوا عادي كي بحال الناس صافي. استمرت الحياه ولدت. النهار اللي ولدت فيه بالثلاث راه باقا عاقله في الحسن الثاني ولدت بنتي، عيط لي في العشيه قال لي عزيزه راه حدوا ليا من المؤبد راه حدوا ليا. شحال؟ قال لي راه حدوا ليا 30 سنه. قلت له شحال ضربتي؟ قال لي راه دابا انا ضربت واحد المده كان قبل ما نعرفو 11 عام ومني عرفته تلاقيت معاه. مهم تقريبا شي 15 عام ديك الساعة ملي ولدت البنت صافي. واستمرت الحياة بقيت مستمرة معاه، نمشي عنده فين ما حولوه نمشي حولوه حدا دارو. ربما كتضربي تمارة من مدينة لمدينة ضروري. كنركب هنايا من 6 الصباح من اين زكان كنوصل فين كاين هو مع 6 الصباح.
ربما كسنا نموذج ديال الحب والصمود. الحمد لله. وكنتلاقى مع ناس كيقولوا لي ما نقبلوش على هذا الشيء، قلت لهم علاش؟ عادي. يعني ربما الصديقه ديالك المعارف كانت ردت الفعل ديالهم ان وحده تقبل تزوج واحد بحكم شحال من وحده كتقول لي هذا الشيء ما نقبلش عليه. كنقول لها وانت كل واحد والنفسيه ديالو، كل واحد وكيفاش باش كيفكر. ما يمكنش حنا غنحكموا على الناس كاملين نديرهم بحال. ربما انا لقيت راحتي في هذاك السيد، ما غنلقاش مع واحد اخر هو كاين برا. صافي واستمرت الحياه. دابا البنت شحال في عمرها؟ 14 عام. والبنت في راسها امتى خبرتيها باللي ربها في السيتي؟ ملي ولات عندها ولات كتهضر كنمشيو عنده، قلت لها انت باباك راه كاين في السجن. وعارفه هذه القصه؟ عارفه، عارفه بانني تزوجت به هو كاين في الحبس. وانا على عاودت لها القصه من ديما كنجلس معاه وكنعاود لها هذا الشيء. تقبلت له؟ عادي. قالت لي علاش ماما قبلتي عليه في الحبس؟ قلت لها ديك المحنه وداك المحبه هي اللي خلاتني قبلت عليه، هو تا هو ود الناس، ماشي شي واحد خايب ولا شي واحد صارم ولا كيعيرني ولا يسب لي العرق ديالي ولا كنقول ليه ديك الحاجه نديروها كنديروها، ديك الحاجه ما نديروهاش ما كنديروهاش، يعني متفاهمين. واخا بعاد غير التليفون، التليفون نمشي نقضي لي اغراض وما خلي ما ندير، كنقدش نتخلى عليه ولا نقول ليه راه انا عييت ولا مليت ولا. واخا كتجيني بعض المرات مع كنجلس مع راسي وكنقول اشنو درت هاد السيد امتى غيخرج؟ او دابا دوز 28 سنه وربعة اشهر وباقي ما كاينش الفرج. شحال ديال الزواج؟ 14 سنه. حنا طلعنا في 15 عام دابا ديال الزواج. ديال البعد. ودابا كاع زادوا كملوا من حيدوا الخلوه. صافي حيدوا الخلوه دابا راه شي 10 سنين باش تحيدات. 10 سنين دابا باش تحيدات الخلوه. كديري مع هذا الوضع؟ عادي بحال ايتوان. صابره والحمد لله، ما كنحس بحتى شي حاجه. ما ديما عندك امل بان واحد النهار يجي؟ ديما كنحلم بان غادي يجي واحد النهار غيخرج. قلت لي ربما كنتي سبب ان حياته تبدلات. كان واعر، كان كيدابز في الحبس، كان كلشي كان كيخاف منه، كلشي كان. النهار اللي تكاتبت معاه قلت لي غتبدل هاد السلوك، هاد السلوك ديالك غتبدل. هو علاش ما استفدش من العفو؟ السلوك ديالو الاولى كانت خايبه، كان عنيف، كان كيقول علاش انا عندي مؤبد، علاش غنخرج؟ ما عندي علاش نخرج، ما عندي ولاد خليتهم، ما عندي حتى حاجه خليتها ورايا. ربما دخل صغير. عنده 16 عام. 16 عام اللي عنده باش دخل. داكشي داروا المراهقه وداروا كان الدري قبيح، كان هذا هو السبب مسكين باش دخل الحبس. فاش النهار اللي ضربنا الكاغيط تبدل ولا واحد اخر. كان عيسى الخيب ولا عيسى الزوين؟ يعني حتى انا كنبقى نأنب وكنقول هادشي كدير ما دايرش، هادشي خصك تحترم، خصك دير، يكون عندك سلوك زوينين، يكونوا هادي. حتى هو استافد، قال لك شي حوايج ما كنعرفهمش. كيقرا شاد الاجازات، شتات الباكات وشاد ستات الباكات اللي شاد. ما عندي عند شدهم في قنيطره فين شدهم في الحبس. وعنده اجازه هنايا كيقرا في الشريعه، كليه الشريعه فايت من اللول، وكيقرا في تطوان. ما عرفتش انا هذيك سميتها، راه نسات عليا. القانون هادشي اللي كاين. الحمد لله على كل حال صبرنا وخفينا العصاب والسكر. هو تا هو مرض فيه الاعصاب، القلب، السكر، كثر التخمم وكثر باغي الشوق باش يخرج عند بنته. مازال ما سخرش ليه الله. انا كنطلب من جلاله الملك الله ينصره، الله يشافيه، يشوف بعين الاعتبار ويحن فيه ويخرج. هادشي اللي كنطلب، كنطلب حتى شي حاجه.
بغيت يجي عند بنته ويكبرها ويجلس معاها، هادشي اللي كاين محتاجين ليه بزاف، ماشي غير شويه. كيجي العيد الناس كيكونوا مجتمعين مع عائلتهم وانا بوحدي انا وبنتي، كنحس بالنقص، ما عنديش احد كتافي سوى الله. كدير الدوز الاعياد المناسبات؟ ما كنحش بالعيد والو، ما الناس معيدين، انا ما عنديش العيد، واخا كندباح واخا كلشي كنديرو، ما كنحس حيت ما عندكش الزوج اللي غادي يدخل عليك، اللي غادي يساندك، اللي غادي يبقى معاك وجنبك. كاينين غير اللي باغي تشفافك، باغي غير بعد يعني هذا الزواج ديال هذا السيد، العائله ديالك باقا معاك يعني واقفه معاك؟ لا، العائله ديالي الله يرحمها، عندي امي وبا الله يرحمهم، كيسول عليا واحد خويا واحد اختي، والما باقي كل واحد راه مديها في حق جلده، كل واحد عنده ولادو. كانوا معترضين على هذا الزواج؟ لا، هذوك خواتاتي كانوا صغارات، ما حتى واحد ما كان، ما عارفينش هذوك. اللي كان معترض هو با وامي الله يرحمهم، ورغم ذلك واخا كانوا معترضين في الاخر مشاو عنده زارو، مش عنده با، مشات عنده امي شحال من مره، وين ماتوا الله يرحمهم. هادشي اللي كاين. كنت مع المصروف ديالك يعني؟ كنخرج نخدم عند الناس يعني مقاتله مع الناس. الحمد لله فهاد المحل مستورة فيه، أنا هاد المحل شريته شحال هادي قبل ما نعرفو، أنا سكنت دابا شي 36 سنة في عزرو سكنت، والحمد لله معايشين مع الوقت، ما خصناش ما عدناش، كيجيو الناس بحال هكا اللي كيعرفوني كيتساعدوا معايا كيوقفوا معايا الله يجازيهم بالخير، هادشي اللي كاين، ما الحمد لله. واخا انا مريضه فيا الاعصاب والسكر، دابا كندق الانسولين باش عايشه غير بلا انسولين. 07 11 11 08 08 65 70 07 11 08 65 70. كنتمنى من الله العلي القدير أن هذه القصة هذه تكون عجبتكم وتكونوا خديتوها كعبرة وتكونوا تعرفتوا من خلالها على المغربيات الأصيلات. كنتمنى لكم ليلة سعيدة أخوتي، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.